السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة هشام عبود الصحفي الحر كما رددها الشارع الجزائري. نفس الشارع ردد مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية بون مزور جابوه العسكر. الزول في اللون. جلد لندن اللي هاي الصورة ديالو بوخنونة وين راهو الآن؟ ها وين راه؟ ها وين راه؟ جلد لندن تم إيداع الحبس الاحتياطي هذا المساء بعد ما حولوه إلى النيابة، حولوه إلى المحكمة وسمعوا قاضي التحقيق، وكانت المحامية ديالو وجدت ملف طبي تقول أنه موكلها مريض نفساني وصح صابوه يشرب الكاشيات. هي ذو الكاشيات هذو على العراية كلهم يشربوا الكاشيات، ابداها من جبار مهنا ناصر الجن حسين بولحية كامل معاد كلهم يشربوا الكاشيات، ودونك حتى الازلام تاعهم يشربوا الكاشيات. فوالا هي الحكايه. دونك كلهم لا يشربوا الكاشيات على روح. لازم قال خليه ازماتيك ماشي مشكل. كاين الناس اللي عندهم لازم ورم السن قال كثر المشاكل. اذا جلد لندن يبات الليله بعد ما جوز ليلتين في الكوميساريا البوليس تاع بيتو، لانه الدعوه ترفع الشكايات ترفعوا في بيتو، دونك الكوميساريا البوليس تاع بيتو هي اللي شرفت على توقيف الجلد وتقديمه لمحكمة نونتير، ومحكمة نونتير داتو الحبس تاع نونتير سي ميزون داري وين راح يحطوا ليه الناس اللي راحين يشارعوا في انتظار انه يشارع راهو في ميزون داري. هكذا يعني تغلق ابواب الدعايات تاع اصحابه تاع واحد مخنث ما نعرف عليه من خارج داخل دا اللي قال لك راهو طلقاتو الجوجة وغير طلقوه جاو داوه تاع الدي جي اس. لا، في فرنسا ما يخدموش بهذه الطريقة. هذه فرنسا ما يخدموش بهذه الطريقة. لو كان حبوا يدو دي جي اس كان يدو من عند البوليسية، لأنهم تابعين لنفس الوزارة، وزارة الداخلية، ما هم تابعين العسكر كيما عندنا احنا تمشي فيها أوامر. لا، يتبعوا القانون. هذه الأولى. الثانية حاولوا باش زعما يعطوا له من خلال المحامية ديالو ياخذوا إفراج مؤقت بيد ما الآخر بعد يهربوه إلى شو ده. القضاء في فرنسا ما كانش مسخير. أوكي، هذا التوضيح لابد من التوضيح، لأنه سي عبدو السمار طبعا باش يخدم أسياده خرج لك الدعاية بأنه هذا معارض، سماه معارض، وهذا دارها في مغرب انتليجنس وعلمنا عليها في مغرب انتليجنس، بينما في القناة ديالو وفي الموقع تاعو قال العكس، قال انه هشام عبود مع جماعة اخرين شكاو به اعطاه. لا لا، والاخرين يلبس المستعار زعما باش يلصقها في المغرب وكذا، قال باللي هذا معارض. وشو الخلطه اللي دارها؟ معارض جزائري وناشط، ومن بعد دخلها مع المخابرات الجزائريه وباش يقتلوا معارضين جزائريين يديرهم على حساب المغاربه، والمغاربه مدوا معلومات للمخابرات الفرنسيه والمخابرات الفرنسيه وقفوه. واحد الخلطه لازم واحد يكون فريمون مخو حابس باش يدير. وطبعا ما دام نتكلموا على واحد مخو حابس، فيها صحيفه من صحف بودورو الكوري الجزائري
داروا الحكايه هذه. والو قال لك اسنا نجبدوها باش نشوفوها مليح، الناس خليها الناس تعرف واش شي تعرف شبع الضحك قريب. قال له هذا هذه مؤامره، سمعت مخزينيه صهيونيه فرنسيه، مؤامره ايه قريب. مؤامره صهيونيه فرنسيه مخزينيه، يعني تشوف هذا مخك يحبس، مخك يحبس. نشوف باش نجيبوا لهذا العفسه، ما عنديش الا انا بون، بس نشوف بعثوا على لهنا شي 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 يعني كان باسيكيزي يعني. شكون اللي بعث لي هذه تاع الوليد الجيري؟ ايوا المهم يعني شباب ضحك لما قريتها. شكون هذا اللي بعثها لي هذا؟ شكون؟ ايوا سندير لا كابتور ديكرون. واه هنا تشوفوا يعني الشيء اللي راه يحصل في صحافة بودورو تشبع ضحك. نزيدو نجيبو لا اون، نحن دايرينو على اون يا دايرينو على اون. اسغل سي شي غريب يعني ناس اي واحد قول لي درك ولا اللي يجي يكتب اللي يجي ولا صحافي. نعم حتى عبدو صمار قال انا راهو صحافي. شوفوا في لاون تاع هذه الجريدة قال لك لا جوستيس فرانسيس، مي شي غريب واش داروا يعني دوخ دوخ واش يعني لا. صحافة بودورو اللي ما عندهاش غرام حرية، سمعت؟ ولا تتكلم على العدالة الفرنسية وتقول لك العدالة الفرنسية راهي في خدمة المخزن اللوبي المخزن الصهيوني. شيء غريب يعني القضاء الفرنسي في خدمة واش تقول من على القضاء الجزائري؟ واش ما تكلموش على القضاء الجزائري؟ خلاص اش بيكم ما تكلمش على القضاء الجزائري؟ ها القضاء الجزائري مليح. شيء غريب باش يحصل في البلاد ديالنا هذه. ايه غادا قال لك كي قال لك حنا ما يهمناش في الشخص ولكن اللي الاخر ونفر وردوا قال لك لي باربوز ولي كدا ولي
يحشموش يقول لي راني ندافع المخابرات الفرنسيه، يقول لي راني ندافع الدي جي اس اي وراني عامل تاع الدي جي اس اي. والله واحد عامل تاع الدي جي اس اي اشرف من ان يكون مسؤول كبير في المخابرات الارهابيه ديالكم، والله اشرف من ان يكون مسؤول كبير في المخابرات الارهابيه. ما انكم ما تحشموش هذا ما لا لا هاي تبدو تشوفوا دوخ واش راهم دايرين. هذا اللي يتكلم على القضاء الفرنسي اللي في خدمة الصهاينة، لا اللي يقول لك في خدمة الصهاينة وخدمة المخزن ما يقدرش يتكلم على هي لاريستاسيون انيغماتيك. خاطئة خاطئة هذه، ما يقدرش يتكلم على مرا ماتت سمعت ومانعينها حتى باش مانعين يدفنوها، مانعين يدفنوها. ايوا وين درنا حنا دوك؟ ايوا هاي ثانية. شوف يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه العنوان تاع الجريدة أونلاين أريستاسيون إنيغماتيك سعيد بن زيرة جوستيس فرونسيز على لا سوليد دو لوبي مخزن نوستيونيس. نحب نقولوا على سول صح ما يصحوش حتى الأخطاء تاع العناوين تاعهم عليه. أوكي ومن بعد هنا في الجريدة الورقية ها ليك واش حاطين لك دايرين اون سوبر مونشيت اسمع حاطينو اون سوبر مونشيت لا جوستيس فرونسيز اريستاسيون انيغماتيك دو سعيد بن زيرة جوستيس فرونسيز على سولد دو لوبي مخزينو سيونيست. الله يحير فينا بالفعل ما نقولش شيء اخر. الو واش لا هذا يحكي يقول لك اول من اعطى الخبر هي الصحافه المغربيه، الصحافه المغربيه ما بدتش خلاص الخبر واول من اعطى الخبر هو داك هذا باش تعلم يا بغالون تكتب وروح شوف منها اول من اعطى الخبر داك وهذيك مغرب انتيليجونس تقول صحافه مغربيه ماهيش هذيك صحافه في خدمه جبار وجماعته وإلياس عريبي هو عبد الصمار اللي هو جزائري واللي هو يخدم المخابرات اللي انتم تخدموا لها بعد اللي الكوري دارجيري يخدم لها المخابرات. تعلموا أموا كي تكذبوا كي تديروا لا. ومن بعد قال هذه يا لوردير قال لك المخابرات وكذا ومنا وحنا ما يهمناش هذو لكم الطريقه تاع لي باربوز باربوز ما تحشموش. هاي لا دي جي اس اي فرونسيس دي باربوز. اوكي هاني جو فو كونسيد. ايه لا دي جي اس اي الجيريان سي با دي باربوز سي كريمينال. إيزون توي دي الجيريان. لو باترون دا سيكيورتي انتيريور الجيريان ا توي دو سون فروا des milliers d'Algériens, ils percevaient une grosse prime pour chaque tête. Pour chaque tête dans laquelle il met une balle, il percevait une forte prime, ce qui lui a permis d'acquérir une villa à Alicante, en Espagne. Ce qui fait, hein? On a dit un barbouze. On a dit un barbouze. On a dit un قول لي راك عامل تعب والله راني عامل تعب ما ينال بو قلت لي في هذه هاي عامل تاع اللي بغي ماشي تاع ناس مجرمين وتجي تكتب عليهم وتوظف القلم تاعك عليهم. دونك هذه الحكايه تاع
المخزن هو اللي عطاهم المعلومات، والمغاربه ما على بالهم والو، بعيده عليهم الشيء. ومن نهار الاول كنت قلت بالضحك اللي رفعوا دعوه بهذا الجلد شكايات منه تعدت عليه. واحد رفع به دعوه بتهمه الابتزاز و التعدي على ملك الغير والسرقة وأخذ الأموال بالقوة، هذا خليه. وعبد الصمار شريك في السرقة تاع هذا الجب تاع لندن مثلا، السيارة اللي سرقها عبد الصمار يعطيه له المفاتح تاع مراميتا، تاع مراميتا سرق سيارة مراميتا وكانوا انفتح عند عبد الصمار. لا واش لا، وعبد الصمار يلحق من بعد. الور دونك هذا واحد شاكي به، بعد انا شاكي به بتهمة القذف، المساس بالحياة الخاصة، التشويه، المساس بالسمعة، هذا كامل. أمير دزال نفس الشيء شاكي به، فرحات مهني شاكي به، سيد أحمد بن عطية شاكي به، وخونين ثاني هذا كان شيء واش هذا كان مخزن صهيونيست يا بغالون، وين على بالو المخزن بالحكاية هذه؟ زيد قال لهم اللي قاعدين يروجوا كذا هادو من العملاء تاع المخزن، هشام عبود وامير دزاد المخزن هذا فور هذايا ابعوا تحاولوا المخزن دار فيكم التيرم، خسركم في الفوتبال، خسركم في الغاز، خسركم في البترول، خسركم في البريكس، خسركم في، وزيد مديلكم لاكرام اللي راكم مهولين النظام راهم مع المخزن على حسابكم انتوما هاك. ابعوا قولوا للمخابرات الارهابيه تاعكم يحطوا الريدو، يروح يبيعوا الكاوكاو يديروا حاجه اخرى، والبيع تاع الكاوكاو ماشي نابورت كي، ما نعطي اي واحد، الاشراف بيع تاع الكاوكاو مجرمين. تمام دونك شوف هذه الحكايه تاع قالوا راهو المخابرات المغربيه هما اللي كانوا ورا كذا، ما على بالهم والو، المخابرات المغربيه هم سامعين به ما هم مقلقين منه. ولكن جاء وقت من قليل زم هذا حطوه عند حدو، لازم حطوه عند حدو ومزال. يعني انا مانيش راح نحبس عند هذا، لانه كان الاخر الجزء الثاني هذا الدعوه اللي ترفعت امام الشرطه في محافظه الشرطه، والمخابرات الجزائرية على بالهم بلي أنا شاكي بيهم، شاكي بهذا الجرد هدايا على بالهم، لأنه أنا دابور أعلنت عليها ما نخبيش، أعلنت عليها وزيد هذاك ختيتين هو اللي راح نهار اللي يحكموه قبل ما يدوه البولي الحبس المرة الأولى كي يحكموه، قال لهم اللي راهو نسق تاع الناس يشكيو كذا راهو هشام عبود، سي با ان سيكري، سي با ان سيكري، اي جلد يلزم تعطيه الحس هذا ما دونك الحكايه اللي قالوا المخابرات وكذا، و سي عبد الصمار هو اللي فريمون هو الاخر تبعو تاع الكوري دالجيري. الوغ معارض ناشط دا ساكن في لندن جا لفرنسا دخل مع المخابرات باش يقتل الجزائريين معارضين، وباش هذيك الاقتلات يماركيوها على المخابرات المغربيه، يعني المخابرات المغربيه يجيو يقتلوني انا واش عندي معاهم باش يقتلوني، هاي انا في السبله، انا راني في السبله، امير دزات في السبله، واش عنده مع المخابرات المغربيه باش يجيو يقتلوا المخابرات المغربيه ولا باش دونك انا اللي باش يقتلوني باينين الملف فيه 7200 صفحه، داروه لا سو ديريكسيون اونتي تيرورست تاع وزاره الداخليه الفرنسيه،
وباينين شكون ما كان حتى علاقة بالمغرب، تحكم باينين شكون اللي حابين يختاروني. والقضية كما قلت لي مصباح عاودت فتحتها أمام قاضي التحقيق للمحكمة تاع مكافحة الإرهاب. دونك ما تروح تجيب لا هك لا هك، تبع برك وشوف. على كل حال كان راح يلحقوا، لانه كما قلنا الشق الثاني من ملف تاع الجرد امني، وما حبيناش حنا نبداو بالشق الامني باش ما نسيسولوش الحكايه، خليناه في الدروا كوما، في القانون العام، خليناه في الحق العام في الدروا كوما. الدور لاك معك ما عنده ما يش كما يقول راه السياسه، ما يقولها مخابرات دارون ما يقولها، لانه هذا عميد تاع المخابرات الجزائريه مع جماعه مجموعه اشرار ارهابيين كما تبينوا في الملف. لازم يخلص تجي نتايا تنشط لصالح مخابرات ارهابيه فوق الاراضي الفرنسيه باش تضرب الرجاله، ما تخلص لك الرجاله ما تقدرش عليهم، لازم تكون راجل باش تجي تواجه الرجال. لازم تكون راجل باش تواجه الرجال. لما تشوف روحك تاخذ في الخباط وتعيط اي 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 يا الكارلوس، كارلوس راه خاصو نهرب، كارلوس هرب بنف خلاه ينظر، عيطلو ومديه معاه زعما باش يحامي عليه، مديه معاه باش يحامي عليه. هاديك بالدليل القاطع والبرهان الساطع، سمعت؟ يعني نقول لك المخابرات الجزائرية مديرية الأمن الداخلي تاع ناصر الجن المجرم على بالهم باللي أنا اللي نسقت الشكايات وأنا اللي قلت الناس، وهم ما زالوا أمير ديزاد فرحات منيا موجودين، الناس كامل بن عطية مازال الناس كامل ها موجودين، باش رفعنا به ذاك نديرو أوبيراسيون مع كل واحد، نديرو في جهة واحدة حطوا بين نفعوا به دعوة ليه. سلام هاي ليك ويخلص مزال الشق الثاني. على كل حال فوالا فريناه مع الجلد، خلوه في الزيكو يعوم، ونجو مع الجرودة الكبار سمعتوا اللي وسخوا سمعة الجزائر وشوهوها على الساحة الدولية وزادوا لحقوها في الرياضة.